يعتبر الأفضل في تاريخ كرة القدم هو قرار إدارة أرسنال. كرة في محاولة ملعوبة وسريعة وللأهداف، أرسنال يسجل، أرسنال يسجل، الله يستر، الله يستر، أرون رمزي يضع الكرة في الشباك ليعلن التقدم لمصلحة المدفعية، ليعلن التقدم هنا في ملعب الإمارات لمصلحة فخر العاصمة لندن. أرسنال بأقدام الويلزي، أرون رمزي يسجل أول أهداف في المباراة، سجل في مباراة الذهاب وسيسجل حاليا في مباراة الإياب. رجل يقدم أداءات مميزة في الأيام الماضية وفي الأسابيع الماضية، واحد من الأسماء التي كانت قريبة جدا من مغادرة الأرسنال، يثبت الأقدام. بودولوسكي أيضا هو الآخر يساهم في الصناعة، واللاعب أيضا تيو الكوت يقوم بها فينجر، لكن حقيقة أرسنال ما يرضو عليه جمهور أرسنال. في هنالك الجماهير التي تطالب بالعيد، لكن ايضا كثير من الجماهير تتمنى بقاء كره في المحاوله. والكره الثانيه، جول جول الشباك ليعلن عن الهدف الثاني. الآن فرحة أرسن فينجر